كانت الإنقاذ الحقيقة لم تعطي يعني فيه تركيز في الإنقاذ الوطني على الاستفتاء عن الدستور ومشغلين يعني يمكن من أول لحظة بعد 30/6 قلنا إن لجنة الإنقاذ دورها سينتهي بعد الاستفتاء عن الدستور لأن الدستور في تحولات انتخابية لجنة الإنقاذ بعد الدستور هيكون عليه يعني نفي فيه خلافات كثيرة فالتركيز حاليا على الدستور لم يحدث في لجنة الإنقاذ إن احنا ليش مين هو المرشح الرئاسي حتى الآن ومش عايز إن في كلام يتقال على رسالة الأستاذ حسين حمدين صباحي هو ما قالوش هو لم يدعي أبدا إجابة الإنقاذ وراه ده قالوا لو كان إجابة الإنقاذ هتتبع عشان تختار مرشحها الرئاسي فده هيكون بحضورنا جميعا وهيكون بالاتفاق مع جميع أعضاء إجابة الإنقاذ.